السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سفيان رحيمي، النجم الأول ونقولوا المدلل الأول للرجاء المغربي البيضاوي. وسفيان رحيمي يوقع على رقم تاريخي مع العين في كأس آسيا، شوف كيفاش، في دوري أبطال آسيا، ماشي كأس، دوري أبطال آسيا 2024. العام هذا يعني كيفاش، هو ابن مدرسة الرجاء، يعني ابن مدرسة الرجاء، يعني خريج مدرسة الرجاء اللي ما خدعش الرجاء وبقات الأندية، بقات الجماهير الرجاء يعني تساند في هذا اللعاب، يعرفوه ولدهم هذا ولدهم الابن الشرعي تاعهم. ووقع المغربي الدولي سفيان رحيمي، هذا شو هذا كيسموه الركراكي، دار اكبر غلطه وقلتها له انا ميدان القائمه اني عاقل عليها تاع كاس افريقيا، دار اكبر غلطه. هو قال لك باللي راه سمين، يا ودي ماشي قضيه سمينه، يا ودي كون جبتها كنت غادي تسيبها في الدوزيام ماتش. انت قاعد تاكل على بوفال، وقاعد تاكل على الخطه تاعك رايح مبنيه على زياش وعلى بوفال، بصح دير خطه تكتيكيه اخرى لو كان يتب لي سالك. لو كان ديجا نتايا مباراه تاليه نورمالمون راه اخر ما يلعبش كاع تروازيام بارتي، هذيك نورمالمون زياش كاع ما يلعبش، ما تلعبهاش. وكنت ديت سفيان، كنت ديت معك سفيان، كان غادي يعطيك حلول يعني امام جنوب افريقيا، كان غادي يعطيك حلول كبيره. انا نقول لك وين وقع المغربي الدولي سفيان رحيمي نجم العين الاماراتي على رقم تاريخي في بطوله الدور ابطال اسيا 2024. يعني وين نقولوا باللي كان هو اللي جابها لهم، هو اللي جاب لهم هذه الكاس بالتالي، كاع خاصة في الكارديو فينال ديمي فينال والفينال، تروا ماتش تاوع هادو تاوع نورمالمون يقولوا له هذه اللي بغيت تديها ديها هذه تاعك، هو جابها لهم، هو جابها لهم. شوف نتايا جاي لعبوا في الذهاب لعبوا خسروا 3-1، باش تجي تعاود تولي تريكيبيري جايه في 8 دقائق ترد الامال، كيما نقول لك ترد امال تعاود تمركي وتعاود يعني تجيب البينالتي وتخرج الكارديان بالحمراء وتعاود تمركي، ماشي قال ماشي قصر اصاحبي. ونجح الفريق العين في تتويج باللقب دور ابطال اسيا بعد اكتساح يعني النادي الياباني بمجموع مباراتين ذهاب والاياب الدور النهائي ب6-3، وخسر العين امام النادي بلقاء ذهاب نهائي دور ابطال اسيا بهدفين لهدف خسروا. وتمكن الفريق الإماراتي من الفوز في الإياب ب5-2 بملعب يعني هزاع بن زيد. سفيان رحيمي يحقق رقم تاريخي ابن الرجاء والمغرب، يعني كيقولوا ابن الرجاء المغرب. وسجل سفيان رحيمي ثنائية رائعة في ليلة الفوز العين على هذا النادي ب5 لهدف في إياب نهائي دور أبطال آسيا، وأصبح رحيمي أول لاعب يبلغ 13 هدف في موسم واحد من الدور أبطال آسيا منذ يعني الجزائري بغداد بونجاح المهاجم السد القطري في نسخة 2019. وخاض سفيان رحيمي 13 مباراة مع فريقه العين هذا الموسم في بطولة دور أبطال آسيا، وسجل اللعاب 12 هدف وصنع 5 تمريرات حاسمة. كل ماتش ولا البنك 13 تما ما هو ماركي يكون ماشي الله. الله يعطيه الصحة خويا لعاب، الله لا يا ودي لعاب، حنا نعرفو لعاب، شو اللي تبع الرجاء يعرف القيمة تاع هذا اللعاب. أنا نقولكم اللي تبع الرجاء يعرف القيمة تاع هذا اللعاب، يعرف القيمة تاع اللعاب اللي شاف. وصنع الدموع رحيمي النجم نادي العين الإماراتي الحدث في مباراة الإياب النهائي دور أبطال آسيا والتي فاز فيها فريقه،
وحصد العين لقب الدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه الأول منذ عام 2003 بعدما تفوق على نادي يعني في المجموع مباراتين ذهاب والإياب بنتيجة 6-3. وسجل الدولي المغربي سفيان الرحيمي هدفين اثنان في الإياب النهائي ليلعب بذلك دور كبير في التتويج الزعيم يعني بلقب الغائب عن خزائن منذ 21 عام. وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه دموع رحيمي بعد تسجيله الثنائية في إياب نهائي دور أبطال آسيا أمام النادي الياباني. وكانت تلك الدموع فرح بعدما أسهم الدولي المغربي في نيل ناديه اللقب. على بالك بلي هو على بالك العين في الشامبيونة تاع الإمارات ما كان زعما كنقولوا كان قوي ولا بصح داروا نصب بين عينيهم كي فاتوا وصلوا الكارديو فينال ربحوا النصر يعني بانت لهم لقاو يعني لقاو زوج أندية كانوا مرشحين لقاو النصر ربحوه زادوا لقاو نادي كان مرشح يعني مرشح باش يدي ثلاثية رباعية خماسية يعني مكاش هو اللي كسر له سلسلة لا هزيمة العين الإماراتي هو اللي كسر له سلسلة لا هزيمة يعني وين زيد وين سفيان الرحيمي وين سجل ألي روتور سجل على النصر ألي روتور باعتراف يعني وين اعترف به كريستيانو وزيد يعني أمام الهلال خويا عشت هلال ولا تربح الهلال أنت يا ألي روتور ولا مالكم حاجة كبيرة. وبتسجيل ثنائية في إياب نهائي دور أبطال آسيا يكون رحيمي قد وقع 13 هدف في بطولة هذا الموسم لينال بذلك جائزة أفضل هداف في المسابقة وكذلك جائزة أفضل لاعب يعني زوج تسمى 3 ألقاب في ليلة واحدة. ويعد الدولي المغربي أول لاعب في تاريخ الزعيم يسجل 13 هدف في نسخة واحدة من الدور أبطال آسيا ليحطم بذلك الرقم الدولي الغاني السابق جيان أساموا الذي سجل 12 هدف في نسخة الموسم 2013-2014. وعدل رحيمي أيضا الرقم الدولي الجزائري بغداد بنجاح المنتظر أن يرحل عن صفوف نادي السد القطري والذي يملك رقم قياسي لعدة أهداف مسجلة في نسخة واحدة في البطولة الأسيوية وعددها 13 هدف عام 2018. يعني بصح ما ربحهاش كيسموه تاعنا كيسموه بنجاح ما ربحهاش ما ربحش الكاس. وهناك لاعبان اخران تمكنا من تسجيل 13 هدف في نسخه واحده للدور ابطال اسيا وهما البرازيلي موركي مع نادي يعني الصيني عام 2013 واللاعب ادرينو مع نادي سيول الكوري الجنوبي عام 2016. كيفاش الناس بصح هذا 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 دار غلطه كبيره مي ما داهش غير اخويا انا نقول لكم غلطه كبيره مي ما داهش هذا هو يلعب كاس افريقيا وما داهش دار غلطه كبيره غلطه كبيره دار المامور اني يعني عقل مين هدرت عليك اللي قال لك لا كلي او ذا راه سمين يا ودي اش سمناها واش تي لول
لا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.